تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. كمال طرباي. نموت نموت ويحيى الوطن. تحياتي من مونتي كارلو الدولية إلى مستمعينا في كافة أنحاء العالم العربي، وأيضا وخاصة إلى مستمعينا في تونس. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. كان لابد لثورة تونس، باكورة ثورات العالم العربي، أن تزهر ياسمينا وتثمر زيتونا. منذ أسطورة التكوين التي صاغتها إليسار على ساحل قرطاج، ظل هذا البلد الصغير محافظا على رسالته في إدهاش العالم. أدهشنا لكونه الوحيد من بين بلدان الربيع العربي الذي حافظ على سلمية الثورة، تحاشى الانزلاق إلى آتون الحرب الأهلية. أدهشنا بحيوية مجتمعه وثقافة شعبه وسياسيه الذين اعتمدوا مخيرين لا مرغمين الخيار الديمقراطي، وقبلوا بحكم الشعب وبالتداول على السلطة. للمرة الثانية في غضون شهر يقبل التونسيون على صناديق الاقتراع، هذه المرة لانتخاب رئيس للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر. يوم انتخابي طويل مر بسلام ووئام، والكل ينتظر النتائج لمعرفة من حل أولا، من استقر ثانيا وثالثا من بين أكثر من 20 مرشح. قبل الانتقال إلى تونس العاصمة للاطلاع مباشرة على ما توفر من نتائج، يسعدني أن أرحب في هذا البرنامج الخاص بالإعلامية والناشطة المدنية كلثوم السعفي. أرحب أيضا بالباحث السياسي أحمد البرقاوي، وأرحب أيضا بالقيادي في حزب نداء تونس ناجي جلول، الذي سينضم إلينا مباشرة من العاصمة التونسية. البداية بالطبع من تونس مع مراسلنا هناك ثامر زغلامي. ثامر، الله معك. مرحبا كمان. ثامر، سؤالي بالبداية، هل هناك وفي هذا الوقت بالذات نتائج شبه رسمية للانتخابات؟ من حل أولا، من حل ثانيا، وما الفارق بين المرشحين؟ نعم كمال، هو في الحقيقة صباح غد الثلاثاء سيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في دورتها الأولى حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تم فرز أصوات قرابة 90% من الدوائر الانتخابية، ومن المنتظر أن يكتمل الفرز بكل الدوائر الانتخابية هذه الليلة. وحسب هذه النتائج الجزئية يتقدم الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي على بقية المترشحين دون أن يتحصل أيا منهما على 50+1 ليتأكد المرور إلى الدورة الثانية من هذه الانتخابات. وأشارت الهيئة إلى أن الفارق إلى حد الآن هو فارق طفيف بين المترشحين بعد فرز كما ذكرت قرابة 90%. فارق طفيف، ماذا تقصد بفارق طفيف؟ يعني ضمن أي، في حدود أي نسبة؟ هو في الحقيقة استطلاعات الرأي تحدثت عن فارق يصل إلى 10 نقاط، ولكن إلى حد الآن كما ذكرت بعد فرز قرابة أصوات قرابة 90% من الدوائر الانتخابية، الفارق هو في حدود 4 نقاط. نعم، إذن غدا تصدر النتائج الرسمية. غدا كما صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستصدر غدا النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، في انتظار بطبيعة الحال أجل الطعون، وبعد ذلك سيتم الإعلان رسميا عن نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. فقط كمان أذكر أن المبعثات الدولية والمنظمات التي راقبت هذه الانتخابات أشادت بالظروف التي جرت فيها العملية الانتخابية، وأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وصلت إلى أكثر من 60%،
وأخيرا بدأ الحديث في تونس عن التحالفات الانتخابية استعدادا للدور الثاني من هذه الانتخابات. والأوضاع الأمنية، هناك استتباب شامل للأمن في كافة أنحاء البلاد؟ نعم، بالنسبة ليوم الاقتراع قامت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع باستعدادات أمنية كبيرة لتأمين محيط مكاتب الاقتراع وأيضا تأمين الحدود الغربية والجنوبية للبلاد التونسية، وأصدرت بلاغ بعد انتهاء عملية الاقتراع أكدت أن العملية الانتخابية تمت في ظروف أمنية طيبة. شكرا لك تامر زغلامي مراسلنا من العاصمة التونسية، كنت معنا مباشرة من هناك. إذن السيدة كلثوم الصافي والسيد أحمد البرقاوي، يمكننا أن نقول بداية مبروك لتونس على نجاح هذه التجربة. طبعا مبروك، وشكرا على المقدمة الجميلة اللي تفضلت فيها. طبعا مبروك لتونس لأنه هذا بكل المقاييس إنجاز، ليس في تونس فقط وإنما للعالم العربي، وهو ما يحيي الأمل في ما أصبح يسمى بالربيع العربي. الانتخابات مهما كانت النتيجة ومهما كان الفائز هي في حد ذاتها إنجاز، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي تمت فيها، وأنها تمت بشفافية وبإحكام رغم بعض التجاوزات الطفيفة التي لا تؤثر على النتيجة أو على سمعة هذه الانتخابات. ثم لا ننسى أنه قبيل الانتخابات كان الوضع الأمني تقريبا متوتر، كانت هنالك بعض العمليات الإرهابية، وبهذه المناسبة الدور الذي قام به الجيش التونسي والأمن التونسي كان أيضا دورا هاما. نعم. ونثمنه. طيب. سيد أحمد البرقاوي، طبعا يعني بتصور أنه نفس الرأي لزميلتك كلثوم. هو نفس الرأي طبعا، أنا أريد أن أهنى الشعب التونسي يعني. نعم. بهذا الإنجاز، أعتبره إنجاز تاريخي، وكما قلت عبرت أن هناك شمعة في ليل مظلم في العالم العربي، هناك. نعم. شمعة مضيئة تضيء وتعطي الأمال إلى الشعوب الأخرى، خاصة إلى دول الربيع العربي. أن معركتهم لم تنتهي بعد. يعني ولكن الشمعة الأشرق الأكثر إشراقا التي أوصلها الناخبون في تونس هي شمعة نداء تونس وليس حزب النهضة، وأنت قريب من النهضة عمليا، تشعر ببعض الغصة مثلا لكون النهضة ليست في هذا السباق الانتخابي ترشيحا على الأقل؟ هناك نوع فيه إحساس من الحرمان أن حركة النهضة لم تقدم مرشحا لها، ولكن في نفس الوقت بعض البوادر تعطي أنها كانت على حق، لأن أفسحت المجال لشخصيات أخرى أن تتقدم، وهذا هو الذي ربح من هذه الانتخابات هو الشعب التونسي. كانت على حق، وأيضا لأنها خسرت الانتخابات التشريعية عمليا. حركة النهضة كما نراقبها يعني لم تخسر الانتخابات التشريعية بعد 3 سنوات من الحكم الصعب. إذن لنرى ذلك. على كل معنى من العاصمة التونسية النائب ناجي جلول القيادي في حزب نداء تونس. سيد ناجي مساء الخير ومبروك. سيد ناجي أسمعك جيدا. قلت لك أنه أولا مساء الخير وبعدين مبروك لتونس. شكرا ومبروك لتونس. إذن استمعت يعني هنا النتيجة كما تظهر لحد الآن تظهر أن الفارق ليس كبيرا جدا بين مرشحك الباجي قايد السبسي والرئيس المرزوقي، هو يتضاءل باستمرار هذا الفارق. لا نعرف بالضبط إذا نتائج الرأي اليوم تعطي 10%، لكن ليس الهام. إذا الهام أن نداء تونس الذي قيل فيه الكثير بأنه ظاهرة إعلامية وبأنه ظاهرة وقتية نجح في التشريعية، ثم حافظ على قاعدة إذا انتخابية متميزة. ليس المهم أن نكون الأوائل أو الثانيين، المهم أن نداء تونس حافظ على أسبقية التشريعية، أظهر أنه له ناخبين إذا لهم نوع من الانضباط الانتخابي. لا ننسى أن نداء تونس هو حزب في دورة تشكل، إذا هذا حزب لم ينجز بعد المؤتمر، هو حزب جديد، وإذا
الراي رائد تونس انه في ظرف سنتين قلب الموازين، اذا انتصر على حركه عريقه، اذا وحزب عريق نحترمه وحزب النهضه، وهذا المهم. واكثر من هذا ان الانتخابات بدات تفرز نوع من الاستقرار السياسي بتشكل العائلات السياسيه. اليوم لنا حركه النهضه حركه محافظه نحترمها، ولنا اذا حركه يساريه اذا انجزت انجازا كبير 10%، ثم لنا الوسط الاجتماعي الكبير اذا الذي يتراسه نداء تونس، وهو يبدو ان هذا الوسط الذي قاد الحركه التحريريه الذي انزلت عليه الدوله الوطنيه التونسيه في المخطئ ما زال فاعلا، ما زال موجودا في الثقافه السياسيه للشعب التونسي، وهذا هو المهم. ولكن البعض يقول سيد ناجي يعني انك مجمل حملتكم الانتخابية تركزت على التخويف من التيار الإسلامي، من حركة النهضة، من كون الحركة النهضة هي حزب محافظ وبالتالي سيعيد المجتمع التونسي إلى الوراء. استعملتم لغة التخويف. شوف كلمة محافظ ليس لها أي معنى سلبي، لأن هناك أحزاب محافظة في أوروبا، ونحن لم نركز حملتنا على حركتنا، لا نحن ركزنا حملتنا على بعض المرشحين. إذا نحن لم نتحدث حركتنا ليس لها مرشح، إذا ولا داعي، بأن نحن ركزنا حملتنا على برنامج البيت الفلسفي، على برنامج الزيتون، وعلى مرشح إذا نعتبره منافس، كنا نعرف أنه سيكون منافس البيت الفلسفي، وهو إذا منصف المرزوق. إذا وبالتالي هنالك بالعكس، إذا نحن ركزنا على ما يعطيه الدستور للسيد باش قاسم، يعني العلاقات الخارجية والمبادرة التشريعية ومسألة إذا الأمن القومي وإذا الدفاع. هنالك من تحدث على الإصلاح الزراعي، هنالك من تحدث على الاقتصاد، هذه ليست السيد ناجي وحركة النهضة ليست مرشحة، كيف تريد أن نركز عليه؟ ما بعرف يعني أنا عندي في الاستوديو عندي دقيقة، هنالك حملة تخويف التي قالت على عودة النظام القديم، على عودة النظام. أنا بمساعدة إذا 50% في أغلب الواحات من أجزاء النظام، فمرحبا بأجزاء النظام القديم فقط. على كل في الاستوديو أحد المتدخلين وهو قريب من حركة النهضة، السيد أحمد البرقاوي. تفضل سيد أحمد، سمعت الأستاذ ناجي شو عم بيقول من تونس. يعني فعلا يعني أشكر هذا التدخل للأستاذ ناجي جلول، والذي تابعته كثيرا، ولأول مرة يعني أجد في خطابه نوعا من الليونة تجاه حركة النهضة المحافظة كما سماه هو. وهذا طبعا أعتبره يعني هذا طبعا نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن نداء تونس يتجه الآن نحو يعني تكوين حكومة واحدة وطنية أو شراكة مباشرة مع حركة النهضة. طبعا هذا بعض التساؤلات يطرحها حتى المجتمع التونسي الآن في داخله، لكن تبقى هناك طبعا الآن أصبح لدينا على الأقل. أنتم على استعداد لمشاركة نداء تونس في حكومة واحدة إذا ما فاز نداء تونس بالانتخابات؟ طبعا من صالحهم يشاركوا، مش هم حريصون على ذلك. ويعني سيدة كلثوم الصافي، بس حركة النهضة ليست حريصة في يعني كل النداءات للرئيس التوافقي ولحكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات. اي قبل الانتخابات لقد نادى الأستاذ راشد الغنوشي وكل قيادات حركة النهضة قبل الانتخابات التشريعية وقبل الانتخابات الرئاسية، وبشهادة الإعلاميين حتى الأستاذ كمال هنا، الأستاذ راشد عبر عن حكومة واحدة وطنية قبل الانتخابات التشريعية، وعن رئيس توافقي، فبالتالي هذا قبل حتى أن تقوم الانتخابات. يعني وهذا طبعا في نفس السياق، نفس الخط الاستراتيجي أو الرؤية السياسية للحركة النهضة، أنها تسعى إلى يعني إلى لم شمل كل الفاعلين في المشهد السياسي التونسي، وهذا طبعا حريص عليه حتى حركة النهضة. المبادرة اليوم ليست بيد النهضة، لكن النهضة تناور حتى هي تفرض نفسها وتفرض خيارها مثل ما تفضلت قبل الانتخابات، وهو في هذه النقطة نحن متفقون. أود أستاذ كمال أن أعود على بس أنه معنا الأستاذ ناجي من تونس، إذا عندك سؤال يعني على سؤال. ألو أستاذ ناجي. ألو نعم يعني باعتبار يعني استمعت إلى السيدة كلثوم الصافي التي تقول أن النهضة الآن تنادي نداء تونس تعالوا لنتحد وتعالوا لنشكل حكومة معا، هل هذا الأمر وارد
في المستقبل القريب؟ من الناحية السياسية البحثة، إذا الشعب التونسي اختار بأن تكون حركة النهضة هي القوة السياسية في البلاد، لم نختار نحن. هذا هو اختيار الشعب التونسي. إذا النهضة ستكون شريكا في تسيير البلاد، لأن نحن في نظام شبه برلماني. هذا هو الواقع. النهضة ستكون شريكا متميزا لبلاد تونس في المنافسات الكبرى، المنافسات الأمنية. نحن لم نقل يوما بين حركتنا هذا حركة رهابية، هنالك من قال نحن اعتبرناها أن نحن كان مشاكل مع النهضة أنها كانت حزبا حاكما، ليس لنا مشاكل إيديولوجية مع حركتنا هذا، وهذا يجب أن ربما يقال ويعاد. إذا النهضة ستكون شريكا متميز لأنها الكتلة الثانية في البداية. بس راح يصير عندك مشاكل يا أستاذ ناجي، هل هذا الموقف سيولد مشاكل بالمقابل مع حركة عريضة من المجتمع المدني التي ناضلت طويلا وأسقطت حركة النهضة باعتبارها حركة من التيار الإسلامي؟ نحن المجتمع العربي أسقط حكومة تروكيا ولم يسقط حركة النهضة. نعم. هنالك ديونس إذا يجب احترامها. نحن قلنا حركة حكومة تركيا حكومة فاشلة، إذا لم فشلت في حل الملفات الكبرى، وطلب الناس برحيلها. نحن ناظرنا ضد الإقصاء، نحن كنا ضحية الإقصاء، سوف كيف ننادي بإقصاء حركة النهضة؟ طبعا حركة النهضة الأستاذ جلول انتخبت حركة النهضة. حركة النهضة الأستاذ جلول اسمح لي أنها ناضلت ضد الإقصاء أيضا، وأنت تعرف، أنت أول من يعرف هذا. حركة النهضة رفضت قانون تحسين الثورة لا لشيء حتى لا يقع الإقصاء السياسي، وأنت صحيح. تشهد بذلك صحيح. فبالتالي وأنا أشكر موقفك هذا، يعني أعتبره موقفا يعني وطنيا، وأنك تدعو حركة النهضة الآن أن تكون حاضرة إلى جنب نداء تونس، وهذا موقف يعتبر أعتبره في اعتقادي مشرف لتونس الجديدة يعني بعد الانتخابات الرئاسية. طبعا حركة النهضة تسعى إلى لم كل الأطراف في إطار حكومة وحدة وطنية، ولكن إلى أي حد الكلام الذي كان يقوله الأستاذ جلول هو معبر عن قيادة نداء تونس؟ لو نرجع إلى آخر تصريحات، هو قيادي، هو قيادي في حركة نداء تونس الأستاذ جلول، تفضل. آخر تصريحات الباجي قائد السبسي قبيل الانتخابات هو يقول أنه يعني بالضبط عنده الحق سي جلول، يقول لن نقصي حركة النهضة. شو هذا كلام غير معقول طبعا. وبعدين هي عندها 69 مقعد في البرلمان، لا يمكن تجاهله، هي موجودة في المشهد السياسي. ولكن السؤال كان عن الحكومة، عندما صوت الناس لنداء تونس صوتوا لمشروع ولم يصوتوا للنهضة. يعني ما معنى أن تصوت القواعد إلى مشروع وإلى حزب هو سيحكم مع الحزب الذي لم يصوت له؟ السؤال موجه للأستاذ ناشي أصلاً. نعم، يعني هذية أو أنه هذية آخر يعني تغير في موقف نداء تونس. يا سيد ناشي، استمعت للسؤال؟ ليس بتغير سيدتي، بمعنى ليس بتغير، هذا هو موقف نداء تونس. يا سيدتي، نحن في نظام سياسي برأسين، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، هذا هو النظام السياسي. إذا ثم عندما نقول إذا هي شريك، نحن لم نقل أنها حليف، هي شريك. أنا لم أتحدث على تركيبة الحكومة، نحن قلنا أن مسألة تركيب الحكومة سنتركه إلى ما بعد انتخابات رئاسية، باعتبار أن التوازنات السياسية إن كنا في رئاسة الحكومة ستكون نوع، إن لم نكن نحن لم نربح بعد انتخابات رئاسية. إذن فقط قلنا أن النهضة هي شريك سياسي، هي شريك سياسي متميز، هي ثاني قوة برلمانية في البلاد. نحن نقول أننا سنشكل حكومة وحدة وطنية مع النهضة. إذن نحن قلنا سنتشاور، السيد خالد الجبل سنتشاور مع النهضة، النهضة الشريك، لكن ليس بالضرورة أن نشكل حكومة معها. نحن سنسعى إلى تشكيل حكومة مع حلفائنا التقليديين، هذا المنطق يقال، لأن هناك أغلبية. نحن في طور بناء مجتمع سياسي، المجتمع السياسي نحن في فترة انتقالية، ونرجو الأحزاب تتشكل. نريد أن تكون هناك ديمقراطية بأغلبية حاكمة وأقلية معارضة، هذا هو المنطق. كيف ستكون تشكيل الحكومة؟ نحن قلنا سنترك ودانا بعد انتخابات رئاسية، لكن
رغم كل شيء ستكون النهضة شريكا سياسيا. المعارضة في الديمقراطية هي شريك سياسي، لأن المعارضة في الديمقراطية النظام السياسي الديمقراطي يتشكل من أغلبية ومعارضة. شكرا. والمعارضة هي جزء من النظام السياسي الديمقراطي فقط، هذا ما قلته. وصلت الرسالة، شكرا لك للسيد السيد ناجي جلول، كنت معنا مباشرة من العاصمة التونسية. إذن يعني هل أن هذا الكلام ما بين الدورتين، أنه انتهت الدورة الأولى هناك دورة انتخابية ثانية، وبالتالي من الطبيعي حزب نداء تونس الذي حل في الطليعة ولكن ليس بفارق كبير أن يقول هذا الكلام المعتد، لأن هناك قواعد لحركة النهضة، هو بحاجة إلى أصواتها. أنا أريد أن أريد أن ألاحظ ملاحظة، يعني فعلا أنه هذا هذا الموقف هو الموقف جديد. هو موقف سياسي، هو موقف وموقف حكيم في هذه اللحظة بالذات، يعني فيه الآن فعلا، يعني الأستاذ كمال فيه الآن أعتبره موقفا جديدا وفي العمق، موقفها جديدة لأن هناك دورة ثانية للانتخابات. نعم، وهذا ما أريد أن أشير إليه. سيد جلول أكد الذي يقوله. دعيني أن أتم. أريد أن أقول أن فيه طبعا قسمين داخل حزب نداء تونس، فيه شق بما يسمى من يمثلون النظام السابق، وفي شق من يمثل الساترة اللي هم البرجيبيين، وفيه الشق اليساري، والناجي جلول يمثل هذه الشريحة، أي لليسار التونسي. ولأول مرة أسمع قيادي في مستوى معين يعبر عن استعداده للتفاعل إيجابيا مع حركة النهضة، فبالتالي هناك توجه جديد لنداء تونس. إما أن يكون نحو قواعد حركة النهضة حتى تصوت للباجي قايد السبسي خلال الدورة الثانية، أو هناك استراتيجية ثانية تحمي البلد وهي تكوين حكومة وحدة وطنية. هو لم يتكلم عن تكوين حكومة وحدة وطنية عندما يقول هو شريك في الحكم، مثل ما ذكرت منذ قليل. حزب حركة النهضة عنده 69 مقعد في البرلمان، وهذا طبيعي. بيجي قايد السبسي لو ترشح رئيسا سيكون رئيس كل التونسيين، وليصدق هذا الكلام هو لابد أن يقوم بحركة أنه الدولة يعني لكل التونسيين، ولكن هذا لا يعني أنه ربما سيشترك في الحكم أو يسلم حقائب سيادية أو حتى يكون حقيقة شريك في الحكم. أنا أعتبر أنه من السابق الأوان اعتبار أن هنالك تغير. لا ننسى أنه بيجي قايد السبسي كان دائما يردد ويذكر أنه ليس هنالك أحد يمكن أن يحكم تونس اليوم بمفرده، وفي هذا الإطار أعتقد أنه كلام جلول. هل هي مغازلة إلى قواعد النهضة أو إلى جزء منها؟ جائز، نحن في حملة انتخابية، وكلما اقترب الفارق كلما اشتدت وطأة الحملة الانتخابية. نعم. وأصبح أنت رأيت المغازلة التي كانت اليوم. نعم. النهضة يعني تقوم بها لحمل همامي، رأيت كلام بن خضر عن أسلمة حمى، أنه كيف حمى تصالح مع مجتمعه الإسلامي، فهنالك كلام يعني للاستهلاك للحملة الانتخابية. تتصور سيد برجاوي، تتصور مثلا أن تقبل النهضة المشاركة في حكومة وتكون هي أقلية في هذه الحكومة بعد أن كانت على رأس ترويكا وحكمت تونس ثلاث سنوات؟ عبرت حركة النهضة في عديد المناسبات أنها على استعداد في المشاركة في حكومة وحدة وطنية وليست حكومة ثنائية، أقول حكومة وحدة وطنية، لكن لأنها تعرف مسبقا أنه من الصعب جدا تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الأطراف السياسية في تونس. لا، لكن لا تنسى الأستاذ كمال أنه منذ 9 أشهر هناك محطات هامة خلال الحقبة الفارطة، وهي الجولات المكوكية التي قام بها بما يسمى الآن الشيخان، الشيخ الأستاذ راشد الغنوشي والباجي قايد سبسي، إلى كل من الجزائر، وهي معنية بدرجة أولى بالانتخابات التونسية، إلى فرنسا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي المجتمع الدولي والإقليمي الآن وصل إلى قناعة أن لابد أن يحكم تونس حركة النهضة ونداء تونس. لكن لماذا نقوم بالانتخابات؟ والله يعني ياريت لو جولات تحل المشكلة بالطريقة هذه وأصبحت تونس بيادق الشعب التونسي. لكن هذه انتخابات، هذه صناديق.
كيف يمكن هذه الثنائيه كيف يمكن وكانه لا يعني لا. ليس في ذلك عيب اذا قلنا مثلا في فرنسا استاذتي الكريمه الخطاب السياسي أن هناك اليمين هناك اليمين واليسار يعود كل مره فبالتالي الان القطبين الموجودين هم المحافظون المحافظون والليبراليون هذا هو ليس أساس هناك الديمقراطية. ليس هناك يعني تعارض في هذا في هذا التحليل لكن لا ننسى بواقعية وأنت يعني في العلوم السياسية نحن راقبنا المحطات السياسية لكل من نداء تونس وحركة النهضة وفعلا لقد عبر المجتمع الدولي عن رغبتي في أن تكون تتحالفون تتعاونون مع 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 نداء تونس وتتخلون بهذه السهولة عن السيد المرزوقي نحن يعني أقول حركة النهضة لم تتخلى البتة عن مواقف الأستاذ المنصف المرزوق والذي أحترمه كثيرا لكن, لكن, لكن هذا لا يعني هناك مصلحة وطنية وقد عبر الشعب التونسي من خلال الصناديق عن خياراته. أوكي. أود العودة منذ قليل قلنا قلت أن النهضة لم ترشح. نعم. يعني رسميا أكيد اجتمع مجلس الشورى وقال لا أرشح ولكن الكل يعرف أن المرزوقي هو مرشح النهضة بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير كيف ذلك يعني؟ والقواعد النهضة سمحني. كانت باستطاعات النهضة أن تفسح وتعبر عن هذا. لم ترد لانه انت من يعني منذ قليل قلت انه نداء تونس تشقه تيارات والنهضه ايضا هي منقسمه هنالك التيار المتشدد بتعرفهم قياديين شور واللوز يعني معروفه وتيار يميل اكثر الى السياسه تعرف ايضا من هم يميلون للسياسه ويريدون التعاون مع نداء تونس وغيره ولكن قواعد النهضه هي التي صوتت للمرزوقي 29% هي النتيجة نتيجة النهضة في التشريعية يعني الناخبون هم من حركة النهضة والنهضة طبعا الغنوشي المرزوقي أقرب للنهضة من البيجي قايد السبسي هذا معروف طبعا هذا يبقى تحليل أريد أن أقول شيئا آخر لماذا لنعود هذا التحليل وهو انطباع سائد يعني ليس انطباع هناك انطباع ثاني هناك انطباع ليس انطباع هناك انطباع ثاني أو تحليل آخر يقول نعم. يعبر أن بعد الانتخابات التشريعية هناك في الوسط المجتمع التونسي خشية أن يتغول نداء تونس أن يرجع النظام السابق إلى الساحة السياسية وبالتالي وبالتالي انتخب الشعب التونسي أمس هذا ما يقوله ويركز عليه الرئيس المؤقت المنتهي ولايته المنصف المرزوق انتبهوا اخشوا حاذروا النظام القديم عائد انا عندي من انتخب في اسمحي لي فقط ملاحظه بسيطه هناك ملاحظه بسيطه عندي من الأصدقاء ومن حولي من انتخب نداء تونس في الانتخابات التشريعية وانتخب أمس محمد المنصف المرزوقي لما سألتهم لماذا قالوا نحن لا نريد أن نعطي الآن المفاتيح كل المفاتيح بيد حزب واحد فبالتالي فيه إمكانية أن المنصف محمد المرزوقي ممكن أن ينجح في الانتخابات الرئاسية هذا صحيح أنا لا أدافع يعني بس سيدة كرثوم يعني أنت من أنصار مثلا نداء تونس أنت من أنصار النظام السابق أنت من أنصار النظام السابق أنا لست كيفاش من أنصار النظام السابق هو كل حد يجي يحكي يقول أنه يعني نحكيه على التغول هو من أنصار النظام السابق هذه اتهامات خطيرة هل تخشينا أنت من الطبيعي التغول جدا. لنداء تونس هل تخشينا ذلك شو من الطبيعي جدا تونس الآن حديثة عهد بكل هذا المسار ويعني طيف التغول والاستبداد الماضي ما زال جاثم على تونس وطبيعي أنه الناس تخاف ولكن من الذي تغول يعني لو نحكي على التغول نحكي على كل الأطراف التي تغولت نعم. النهضة لمدة 3 سنوات لم تمارس إلا التغول داخل الترويكا حكمت لوحدها؟ نعم وما هي الترويكا؟ طبعا الترويكا حكمت هي 3 أحزاب أختي العزيز طبعا حكمت 3 أحزاب 3 أحزاب سيدتي أين التكتل اليوم في التشريعية؟ 0 فاصل التكتل من صنع النهضة والمرزوقي أتت به النهضة التكتل حزب عريق في تونس أي. يترأسه الأستاذ مصطفى بن جعفر أنت تعرفينه جدا
يعني لسنا هنا لإعادة التاريخ. الآن الاستبدال مثلا التكتل التحالفي مع التكتل بالتحالف مع نيجا تونس قضت عليه النهضة. يعني كل من اقترب من النهضة انتهى. أولا هناك مؤسسات داخل حزب حركة النهضة، وأقول حزب حركة النهضة، حزب حركة النهضة ستعود إلى مؤسسة مجلس الشورى وسيعطي موقفه الأخير تجاه الدورة. لا يغير شيء في الموضوع. دعونا نستمع. دعونا لدقيقة أو دقيقتين نستمع مثلا لرأي بعض البعض من الشارع التونسي، من الناخبين من الناخبات، كيف تعاطوا مع هذه العملية الانتخابية من خلال هذا التحقيق الذي أجرته مندوبتنا الخاصة إلى تونس فضية فريحات، لنستمع إليه. أنا واحد من الناس خيرت أن صوت لسليم الريحي، بما أن السبسي بليتوم مخلط ما بينات نظام بورقيبة ونظام بن علي، ما أنت مش يطمع في فلوس البلاد ولا مش يطمع في الشعب زوالي ولا حكاية، ما أنت ممكن يحسن البلاد ويعمل حاجة ما خسارة ما توصلش للآخر، ووقت الحالي إن شاء الله يأخذ مرزوقي وما يحبش السبسي ياخذ. شو رأيكم بشفافية الانتخابات؟ والله تعديت سافا، فما شويه شفافيه ما باس فما ترافيك، معناتها سي سور خاطر الحكايه ذي ما امبوسيبل تمشي شفافيه 100%. ليه ما صوتش؟ اسباب، لانه النتيجه معروفه، احنا شعب عشنا 3 سنين في حكم النهضه ترايكا، وثلاث سنين ما كانتش ناجحه على المستوى الامني الاقتصادي الاجتماعي. ما انتخبتش خاطر معناها النتيجه معروفه. أنا هزيت معايا بنتي الكبيرة اللي عمرها 11 سنة وقلت لها هذه خطر مستقبلكم ومستقبلنا احنا الحاضرين إن شاء الله. إذا كان ما نعملوش واجبنا كما الواجب الشغل، واجب الحضور زيادة باش ننتخب، كيفاش نأمنوا مستقبل لينا والأطفالنا؟ نشوف معناتها قلبي يوجعني وقت نشوف ليبيا، نشوف سوريا، نشوف هذاك كيف اللي واحد معناتها كيما ما يعطيش ثقة للحوار، ما يعطيش ثقة للانتخابات، ما عنديش ثقة، دونك ما لا مثلا مش مستقبل. نعرفوا اللي في 3-4 سنين هذوما الاقتصاد نتاعنا تهلهل شوية. والله إن شاء الله كان ما جيتش مقتنعة اللي هي شفافة راني ما نمشيش. أنت مرتاح لسير العملية الانتخابية؟ أكيد لا. ليش؟ خاطر ايش نقول لك علاش؟ باش يشدها المرزوق، باش يشدها البيج، باش يشدها سليم الرياح، باش يشدها الهمام، مش باش تبدل شيء، باش تقعد هي البلاد. كلها وعود زائفة، مش تبدل حتى شيء، وعدونا قبل وحكاية فارغة، وعدونا تو وحكاية فارغة، ونفس الحكاية باش تعاود تصير. صوتنا على خاطر أول فرصة لتصويت الانتخابات الرئاسية، فقط مقتنعة اللي قمت بواجب، يعني في تواصل قمت به مع الانتخاب اللي عملناه الشهر الماضي نتاع الانتخابات التشريعية، قناعة متوسطة، فقط يعني لمواصلة الواجب الانتخابي، مش أكثر من هيك. مونتي كارلو الدولية. إذن هذه الآراء، بعض الآراء من الشارع التونسي، وفتنا بها مراسلتنا أو مندوبتنا الخاصة إلى تونس فوزية فريحات، هي معنا الآن على الهاتف. فوزية مساء الخير ويعطيك العافية. مساء النور كمال إلى كل ضيوفك. فوزية، يعني أنت تنقلت أمس بين صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع وتتابعين اليوم عملية الفرز وصدور النتائج. هذه العملية الانتخابية أنت أتيت من الخارج، هل بالمقاييس الديمقراطية عملية ناجحة وصحيحة؟ ما هو شعورك؟ كمال، يعني عندما توجهت في الصباح الباكر إلى أول مكتب اقتراع لفت نظري الانتشار الأمني المكثف على باب المركز من الخارج. وقفت على الرصيف المقابل مثلا لدقائق ألحظ تدفق الناخبين. اللافت يعني كان قلة الأشخاص الذين كانوا يأتون بمفردهم، والمشهد تكرر بالنسبة لي في جميع المراكز التي جلت عليها، لكني لم ألحظ أي ارتباك أو أي خوف على أي من الناخبين عندما دخلت إلى قاعات إلى باحات المدارس التي يصطف فيها الناخبون. وكأن الانتخاب يعني بالنسبة للتونسيين هو ممارسة عهدوها منذ زمن بعيد. يعني التذمر كان فقط من الوقوف والانتظار في الطوابير. هناك نقطة أخرى يعني لمستها في تونس وأثارت استغرابي. الصحافة لا تزال يعني تشكل بعض الخوف بالنسبة الخوف النسبي طبعا بالنسبة للتونسيين. فعندما كنت أبدأ حديثا مع الخارج أو الخارجة من مركز الاقتراع كان الأمر يتم بمنتهى البساطة والعفوية، ولما كنت أسألهم تحت يعني إذنا بتسجيل الانطباعات التي سمعتها
لأني هنا لهذه الغاية كانت معالم الوجه تتغير. يعني هناك تراث من الخوف لا يزال موجودا، وهو طبعا من يعني هذا من نتاج الداخلية، هذه الذاكرة الداخلية يعني في هذا. لكن في النهاية وبشيء من الشرح يعني كنت عن طبيعة مهمتي كانت تسير الأمور على ما يرام. لاحظت أكثر مما كنت ما أشهده في مثلا في فرنسا خلال الانتخابات أن الناخب عندما يخرج من مركز الانتخاب كان يجاهر يعني بالمرشح الذي صب صوته له على مرأى ومسمع من الملأ ومن رجال الأمن ومن كل هذا. يعني لاحظت أن الممارسة ممارسة الانتخاب باتت وكأنها عادة متأصلة لدى التونسيين، هذا على الأقل انطباعي فيما رأيت. نعم، شكرا لك فوزية فريحات، كنت معنا مباشرة من تونس. إذن الوضع الطبيعي، الناس مرتاحون للعملية الانتخابية وللممارسة، ولكن نعود إلى البداية. السؤال يعني الكل يتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية في تونس، قد تكون الوحدة الوطنية هامة ولكنها ليست مبدأ ديمقراطيا عمليا. لا، في مرحلة بالنتيجة هناك اقتراع، هناك انتخابات على أساس أحزاب. الذي يتحدث عن أحزاب حكومة وحدة وطنية في تونس هي النهضة أو أحلافها إلى حد الآن، سوف نرى بعد النتيجة. أود أن أعود إلى قصة التهور. من تكلمت عن حكومة وحدة وطنية؟ نعم. سأشرح لك لماذا. سنعود يعني لما يتم الإعلان على النتائج النهائية سوف نرى ماذا سيتم، ربما ستتغير النتائج. حكومة ترويكا ما كانت حكومة وحدة وطنية؟ لا، لم تكن حكومة. كانت حكومة ترويكا، الحكومة تحت هي ترويكا، ولكن أكثر من طرف سياسي قبل أن يدخلها التكتل وحزب حزب المؤتمر دعي إليها حزب الجمهور، ولكن تجربتها لم تكن ناجحة، لأنه ليست أيضا سلبية بهذا الشكل كما يسوغ لها، فيها إيجابية جانب إيجابي، وهي التي تفضلي. أود أن أعود. سألتني من قليل أنه هل أنا مع النظام السابق؟ ربما هنا نحكي يعني الذين يسمعون أناس ربما لا يعرفون بالضبط التاريخ السياسي لثلاث سنوات في تونس. أول من أستقطب عناصر من النظام القديم هي النهضة، صحيح ولا؟ يعني زايد اليوم نجي نقولوا التغول لأنه النداء أو غيره هذي النظام القديم. يعني حتى من هذا في مرحلة استقطبت عناصر من النظام القديم. عنصر آخر، أن هذا يعني لما أجبرت على مغادرة السلطة، طبعا دائما نقدم أن النهضة يعني بطولية أنه هي حفاظا على أمن تونس، هي تنازلت عن السلطة. النهضة أجبرت على مغادرة السلطة ولكنها متشبثة بالسلطة، والنهضة لم ترشح رسميا مثل ما قلت مرشح للرئاسة، ولكنها لم تدخر جهدا للتشويش على يعني اللعبة الديمقراطية في تونس وعلى هذه الانتخابات. كيف؟ من الأول حاولت اللعب على شرذمة الأصوات وعلى تشتيت المنتخبين، ويعني ساندت ودفعت للترشيح عدد من المرشحين. لو للذين لا يعلمون، حمودة بن سلامة الزنيدي اللي هو رمز من رموز النظام القديم، الفخفاخ اللي هو من نائب يعني في هذوما كلهم دفعتهم النهضة لتشتيت التصويت وإضعاف أن يكون لنا يعني على الأقل إضعاف نداء تونس الذي كان يمثل. طيب سيدتي الكريمة، في المقابل كان المنافس يعني في كل نقطة يعني أثرتيها. ثم أن جاوب قد لا تحب، لم تستقطب أي عنصر سياسي من النظام السابق، هذه أول نقطة. ثاني كيفش نقطة، لم تستقطب وزنيدي استقطبته النهضة؟ نعم طبعا، هي التي دفعت للترشيح. ما دليلك؟ وأنت ما دليلك على الـ على الـ على ضد ذلك؟ يعني دليلي عندي أدلة أن لو أنت لا تتعامل مع النظام يعني السابق. لو أنت في معهد استراتيجي أنت تدري ما يجري، ولو كنت قريب من النهضة فأنت أدرى. نعم، وأنا أدرى بالضبط، لا أرد عليك وعلى الآن. الكل هذا شيء معروف لدى الرأي العام التونسي. اسمع سيدتي الكريمة، لا أنا يعني فوجئت من المفارقات أن الأستاذ الناجي جلول وهو من نداء تونس ومن الشق اليساري لم يعبر عن تعبيرك هذا.
أنا مش ملتزمة بكلام جلول طبعاً. وأنا صحفية ولرأي ومطلعة على الحياة السياسية في تونس. لا صحفية مؤدلجة. لا من فضلك من شوية ضد حركة النظام السابق وتصبح إيديولوجية. يعني مؤدلجة يعني إلى النخاع 100%. لا مؤدلجة إلى النخاع. لكن حركة النهضة أيضا حركة مؤدلجة يعني لها إيديولوجية. حركة النهضة استطعت حركة النهضة استطعت من خلال تحالفها بما يسمى الترويكا، وقد دعي إليه حتى حمل هممي الترويكا. لأنهم رفضوا أن يكونوا تحت غطاء النهضة. لا لا ليست غطاء النهضة. طب لماذا لماذا حتى حمل هممي؟ نعم. شو معنى حتى يعني؟ يعني تحالف معهم يعني في السابق. دعته إلى المشاركة في الحكومة الفارطة متاع ترويكا ورفض، من حقه أن يرفض، وحمل هممي. طبعا هو الذي أمضى ميثاق 18 أكتوبر. أي نعم في السابق. 2005. ولكن وهو طبعا من المجموعة التي نسميها الآن. لكن النهضة تنكرت لذلك وتسترت على قتل الشكري بالعيد. من تسترت لي سيدتي الكريمة أنت يعني تثيرين الآن اتهامات حتى نداء تونس لم يعد يروجها. ظلت تونس ست شهور بدون رئيس حكومة. عفوا سيدتي الكريمة، لنضع الأمور نحن نحلل الوضع الحالي. الوضع الحالي هو حالي. الوضع هناك هناك إمكانية. الوضع الحالي الذي مر سيدتي الكريمة، لم نمحو ثلاث سنوات ونقول اليوم ولدنا. انتخب الشعب التونسي النواب، نواب الشعب، والآن بصدد انتخاب رئيس الجمهورية. وأنا أظن أن هناك سعي نحو تكوين حكومة وحدة وطنية وليست حركة النهضة. كيفاش الانتخابات ما انتهتش وإحنا نحكيو على حالة بعدين؟ أنت لست في الحكومة ولست في الحكم. نعم. طبعا يعني كما تقول السيدة صافي، الحاضر هو وليد الماضي، وبالتالي نتطلع إلى المستقبل. يعني لماذا 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 يعني ما هي الأسباب التي أدت في هذه الانتخابات والانتخابات التشريعية التي سبقتها نعم إلى إزاحة حركة النهضة عن المرتبة الأولى من حيث الأصوات ومن حيث الالتفاف الشعبي؟ لأنه أليس هناك محاسبة على أخطائها طوال الفترة السابقة والحكم نعم فيه، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية سيئة والأوضاع الأمنية في الداخل وفي الخارج. لقد دفعت حركة النهضة ثمن يعني النتائج لحكمها ثلاث سنوات مع ترويكا داخل ترويكا. يعني هذا الفيديو الشهير حول الشيخ الغنوشي عندما قال للسلفيين أو لأنصار الشريعة أنه طولوا بالكم بعدين. لا لا هذا ليس فيديو صحيح. طبعا هذا ليس فيديو صحيح. لكن أستاذي كريم كمال، فقط أن أريد أن أجيب إلى نقطة هامة أشرت إليها. حركة النهضة أخطأت في بعض المجالات ولم تقدر ممكن، وهذا طبيعي. المرحلة كمان أن نراقبه الآن على الساحة الفرنسية، هناك صعوبات اقتصادية خطيرة جدا، هناك مطالبة بالقيام بانتخابات سابقة لأوانها، طلب حتى من فرانسوا أولوند. فبالتالي تونس ليست بمعزل عما يحدث من حولها إقليمين ودولين، وهناك صعوبات اقتصادية عالمية الآن. فبالتالي من حظ حركة النهضة والترويكا أنها كانت في المرحلة الصعبة، لكن استطاعت حركة النهضة رغم الصعوبات ورغم النتائج السلبية كما أشرت إليها، أن المواطن التونسي الذي يخرج من بيت فيجد هناك الفضلات، استطاعت أن تكسب 69 مقعد، وهذا يعتبر نتيجة مشرفة جدا رغم الصعوبات التي واجهتها ورغم طبعا ممتاز هذا في الانتخابات السابقة حصلت على الأكثرية المطلقة. نعم أنا أتفق مع بعد الثورة، لكن حركة النهضة هي التي سمحت بتصديها لقانون تحسين الثورة، إيمانا منها واعتقادا منها أن الصندوق هو الذي يقصي. فبالتالي الشعب التونسي الآن يريد أن يمر إلى مرحلة جديدة ما بعد الثورة، وهو بما يسمى الانتقال الديمقراطي الثالث. أنا مراقب نجحت حركة النهضة في هذا الانتقال السياسي. أتفق. نعم النهضة رغم أدائها الكارثي على الحكومة. نعم لا كارثي، لا شهداء ولا ناس تموت وإرهاب.
الغرب ليست سمحني. النيجر وليست وغلاء معيشة والتهريب. تونس ليست أنتم الصومال، أنتم تنتظروا حتى نصيروا أن الصومال صحيح أنه أين حكم الإسلاميون كانت هنالك صومال وسودان والتخلف وحر. أيضا. نعم أنا لست الشيوعي ولا أدافع على الشيوعي. أريد أن أشير إليك يا أني أتفق معك ليست نعم. هناك أتفق معك نعم. رغم أداء هالكارثة والصعوبات والأخطاء ليس الكارثة وإنما أقول السلبي. أي أنت قل لي تحب حاسبة نعم تزعجهم الديمقراطية على طول. لا رغم ذلك الديمقراطية خليني نجاوبك بطريقة رغم هذا الأداء الكارثي السلبي. يعني جابت نتيجة تتسمى طيبة وحافظت على موقعها كقوة. لماذا؟ هذه نتيجة التغول، لأنه طالت طيلة الثلاث سنوات اللي هي في الحكم يعني تغولت ووضعت ما معنى كلمة تغول لديك؟ أمشي أمشي يعني تستعملين كلمة تغول ولا اتركني وتدركين ما معنى أكمل. كلمة تغول أنا حاضرة في كل مجالات فسر أنا بمعنى مغلق كما ويعني ووضعت الناس الموالين لها وتغلغلت في الإدارة التونسية وفي الجهات نعم وظلت على حملة انتخابية على طول ثلاث سنوات. وعندما حصلت على أموال يعني الأموال ذهبت إلى ما يسمى من قطر ومن جمعيات إسلامية خيرية، فذهبت هذه الأموال إلى ما يسمى بالمجتمع المدني الجديد يعني جمعيات تحت غطاء الخيرية كانت ترشي الناس وكانت يعني تحضر الأرضية للحملة الانتخابية التشريعية. إنه هذه يعني كلمات لا أسند لها. مثلا حصلت على قطر من أين لك؟ لا حصلت على قطر لا أنا أتكلم على أساس أشياء يعني تم إثباتها على مستوى الصحافة وتم يعني الحديث عنها طيلة الثلاث سنوات الماضية. طيب سيدتي الكريمة حتى قطر لا تنفي ذلك. لا سيدتي الكريمة هل تعلمين وأنت صحفية أن الإمارات العربية وبعض الدول من أعطت ضخت بأموالها إلى نداء تونس؟ أنا نحكي على موضوع ما نحكيش على نداء تونس أنه هني لست جنسي لماذا لا تريدين أن تثيرين أن هناك المال السياسي الفاسد؟ هل استعمل في الانتخابات؟ هل هذا يبرر ذلك؟ لا لأن لا يبرر ذلك لكن أريد أن أقول كلمة. أنت لا تجيب على ما قلت. أنا لا أتحدث على المال لإنجاح بعض الأطراف في هذه المحطات الانتخابية لكن يا سيد برقاوي أنا يعني هناك اتهام لحضرتك هلا أنا ما بدي إياك تكون بموقع المتهم أنت لا تجيب على ما أنا لم يجيب على ماذا؟ لا هو أنا تحدثت على هو نعم. ذكر النتيجة أنا قلت نعم النتيجة الانتخابات التشريعية هي لأن النهضة ظلت وهذا يعني نتيجة التغول ويعني السيطرة كيف على مفاصل الدولة. كيف نجح نداء تونس؟ يا عمي ما تسألنيش على نداء تونس اسألوا نداء تونس أنا أحكي لك عن النهضة. أنت ممثل للنهضة أنا لست ممثلة لنداء تونس. لا لست ممثلة للنهضة من فضلك. قريب تدافع عنها من قبيلك يعني أنا الآن هنا أريد أن أوضح بعض النقاط. أنا أريد أن أوضح بعض النقاط أنا حتى أنا مستقل وليس هناك وانتخب الشعب التونسي مستقل يعني حتى الشعب التونسي انتخب زيد وعمر وهو مستقل. النهضة كانت في الحكم ومن حقي أن أسأل وهذه هي هذه وأنا من حقي أن أرد يعني ومن حقي نعم أن أبدي الرأي. طيب يعني هناك هذا نقاش قد يطول وقد يطول ولكن يعني أعود أنا أريد العودة إلى الانتخابات. لماذا أنت سيدة كلثوم الصافي إذا كان هناك مثلا من إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبار أن تونس تجتاز مرحلة صعبة ويجب أن تتكاتف جميع القوى السياسية للوقوف معها يعني لماذا أنت ضد؟ أنا لست هنا لأقول ضد أو مع يعني هنا نحن بإبداء الرأي لكن هذه قرارات سياسية ونحن كلنا نشاهد ماذا سيحدث. بمعنى أن الرئيس الجمهورية المقبل سيكلف شخصية ما بتشكيل الحكومة. نعم. هل تتوقعون مثلا أنتم أو بالأحرى أصدقاؤك في النهضة أنا ماني بالنهضة أصدقاؤك بالنهضة يأملون بأن يكلفوا بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس المقبل إذا حصل ذلك بين مزدوجين نعم. باجي قايد السبسي هناك احتمال أنه سيكون يعني رئيس حكومة خارج بمعنى نعم تعايش
يعني هناك احتمال وهذه بعض الأطراف تتحدث عن ذلك. نعم واضح هذا السؤال. هناك بعض الأطراف من تتحدث عن رئيس حكومة خارج حركة النهضة وخارج نداء تونس. لا يمكن أن يكون حركة النهضة بأي حال لأن يعني هناك تقسيم أدوار وهذا ما عبر عنه الباجي قيد سبسي خلال الأيام الفارطة في اجتماعه بصفاقس، أعطى رسائل إيجابية تجاه حركة النهضة وهو طبعا يريد أن يستقطب القواعد، لكن في نفس الوقت في خطابه حتى الرسمي قال بالحرف الواحد وهذا ما عبرت عليه السيدة الكريمة، قالت أن نداء تونس عبر أنه لن يستطيع أن يحكم تونس لمفرده، فبالتالي هو نداء إلى حركة النهضة وليس حركة النهضة من تسعى إلى ذلك. حركة النهضة موقعها الرسمي والحقيقي والواقعي هو المعارضة، لكن إذا دعيت إلى حكومة وحدة وطنية فهي لن تعارض أظن ذلك، وهذا تحليلي. إذن يعني ما هو هذا سابق لأوانه سابق لأوانه أنه هذه عائدة للرئيس المقبل الذي سيخرج من صناديق الاقتراع ونحن متجهون إلى دورة انتخابية ثانية. أنا أود التعليق على هذه الدورة الانتخابية الثانية، ومع الأسف يعني هنالك بعض البوادر التي ربما قد لا تطمئن، لأنه اللغة التي أخذ يعني يقولها شق أو مساندو المرزوقي الذي تحالف مع لجان حماية الثورة، لست أدري لو تعرف الواقع في تونس. لجان حماية الثورة هذه ميليشيات مسلحة وكانت ناشطة بين الحملة قريبة من النهضة يقال. نعم ليست مسلحة سيدتي الكريمة، ليست مسلحة الآن، ليست مسلحة رابطة حماية الثورة لم تكن لكن بعد ثورة تونسية مسلحة، ولكن تاريخها القصير يعني هو تاريخ صعب، تاريخ سيء بتونس. لا حافظت عن بعض الاتحاد عن الحد الأدنى من الثورة التونسية، كانت ميليشيات ليست بميليشيات، رابطة حماية الثورة كونت ميليشيا. من في الشارع التونسي من الشباب أمن ذاتي أمن ذاتي وليس طبعا ثوري وبعد الديلانكون دغيج شو من امتى ثوري يعني انا استغرب منك من انت مع الثوره التونسيه. انا مع الثوره التونسيه استاذتي الكريمه ولا اتهم طبعا انا مع الثوره التونسيه واعتقد ان الثوره مستمره واحد عناصرها محمد المنصف المرزوقي التي تتهمينها أنت محمد منصف المرزوقي الذي ذهب في الحملة الانتخابية في صفاقس وفي القيروان وهذا شيء مسجل. تعرف من كان معه إلى وصف خصومه السلفية الجهادية إلى وصف خصومه بالطواغيت. أنا أقول شيء، أنا أقول أنا الأستاذ محمد المنصف المرزوقي يشرف تونس، كان عندما كان حقوقيا وكان مناهض الحقوق الإنسان وهو من تصدى إلى النظام السابق وذهب إلى تونس. لم يكن فبالتالي بمفرده هو يشرف تونس وقد انتخب محمد همام يتصدى لم يكن بمفرده. وأنا أعتقد أن المنصف المرزوق حقق نتيجة إيجابية أمس، طبعا أعتبرها إيجابية، عبر الشعب التونسي أنه يريد أن يحدث توازن داخل المجتمع التونسي، يريد أن لا يعطي المفاتيح بيد حزب واحد. هذه هذا حماية الثورة ميليشيات الإسلامية. أنا أقول أنت قولي ما تشائين، أنا أحلل فقط النتيجة. النتيجة تقول هناك الباجي قيد السبسي وهو أيضا طمأن شريحة واسعة من المجتمع التونسي بخطابه المعتدل، وهناك محمد المنصف المرزوقي الباجي، وهناك طبعا من قال أنه متطرف ما عادش من النظام السابق لا طبعا هو من قال ذلك لا هو من قال ذلك أوساط حملة لا سامحني أوساط حملة المرزوقي التي تتهم أوساط حملة المرزوقي هي التي تشيع أو تذيع بأن أنصار الباجي قايد السبسي أو الباجي قايد السبسي من جماعة النظام السابق قواعد النهضة ليس النهضة قواعد النهضة. إنما ماذا تريدين أن تمسكين هذه التهمة إلى حركة النهضة؟ ليش أنت تعتبرها تهمة؟ الحديث هنا ليس عن حركة النهضة. شوف لو نحب المغالطة يمكن لأي أحد أن يقول ما يشاء، لكن هذه أنت تتحدثين عن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بين محمد المنصف المرزوقي كرئيس مستقل مرشح مستقل وبين الباجي قائد السبسي عن نداء يعني تنطلي للرأي العام الخارجي، لكن في تونس الناس كل تعرف ليس مستقل. هو من كيف مستقل؟ نعم هو من جاء به إلى قرطاج؟ جاءت به النهضة، جاءت به الثورة التونسية من فضلك. أنا ثورة
تونسية. أنا ثورة تونسية، أنت لا تؤمنين بالثورة التونسية فهذا موضوع آخر. يعني أنا أقول أن هناك إمكانية، هناك إمكانية أن يربح الانتخابات الرئاسية السيد محمد المنصف المرزوق، هناك إمكانية. وإذا صحت الإحصائيات الأخيرة أن هناك 4-5 نقاط فقط بين المرشحين، أقول فيه إمكانية أن يربح الانتخابات محمد المنصف المرزوقي. هذه التكهنات طبعا كل حد فيه يتكهن ماذا يريد. طبعا إذا تحركت القواعد وإذا جيشت، يعني يجب هنا يعني يجب على النهضة أن تحرك قواعدها إذا حركت قواعدها لصالح المرزوق أو لصالح المرشح المرزوق فسيربح. طبعا حركة النهضة هي العنصر الفيصل بين هؤلاء، لكن أظن أن حركة النهضة ستبقى على الحياد. لا بالضبط، كيف تبقى على الحياد؟ ممكن ستبقى على الحياد. على الحياد أولا الآن نحن كل ما نقوله هي سيناريوهات، لابد أن ننتظر وأن نرى، ولكن التحالفات ما معنا نعم يعني السيد البرقاوي ذكر منذ قليل أنه ربما يكون المرزوقي، قد يكون الباجي قايد السبسي أيضا. لماذا؟ لأنه هذا حسب التحالفات، والذي يستفيد من التحالفات هو الباجي وليس المنصف المرزوقي. محمد الهمامي يعتبر صديق قديم لمحمد المنصف المرزوقي في نضاله، فبالتالي لا أراه أنه ربما ولكنه غادر به في مناسبات كثيرة. الاتحاق بنيدا تونس هي تكهنات. تكهنات طبعا. خلاص. أنا أقول أن الدور الثاني سيكون في يعني سيكون في احتدام كبير مع الأسف، ما دامت لغة المرزوقي هي لغة عنف وإقصاء، وطبعا ستكون الدورة صعبة. صحيح. شكرا، شكرا لك السيدة كلثوم الصافي الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني. أشكر أيضا السيد أحمد البرقاوي. شكرا من غرفة الهندسة الصوتية لميكايال، وأيضا كل الشكر لسامية على الإعداد والتنسيق. هنا راديو مونتي كارلو الدولية، إلى اللقاء.